السلام عليكم. اليوم نعرفكم على إقامة الدولة اللي تقع في سطوالي بالقرب من المركز الدولي للمؤتمرات، واللي بالمناسبة سوف تستقبل الوفود العربية خلال هذه القمة، واللي تم إضافة لها مهبط للطائرات الهليكوبتر لنقل الوفود من وإلى الإقامة، هذه إقامة الساحل. إذن وهذه الإقامة تم تدشينها في عندهم عند حوالي 10 سنوات بالقرب من سطوالي، إذن وتم تصميمها من طرف مكتب دراسات عالمي فابريس أند بارتنرز، وهذا المكتب الدراسات اللي دار أكثر حوالي 20 أو 25 مشروع سياحي في الجزائر، هذه مدة 20 سنة هو يعمل في الجزائر مشاريع في خاصة الميدان السياحي والإقامات أيضا في الجزائر ووهران، وصمم عدة فنادق مثل فندق حياة ريجنسي وفندق شيراتون عنابة وبعض الفنادق العالمية. إذن هذا هو مكتب دراسات فابريس أند بارتنرز، اللي أظن أنه إيطالي اللي صمم هذه الإقامة الرائعة واللي ما تكلمناش عليها في هذه القناة. إذن اليوم نعرف هذه الإقامة. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.